الكتاب مفتاح النهضة وطريق التنمية المتسارعة. معرض جديد للكتاب في شبوه يستمر لمدة 10 أيام برعاية رسمية وخاصة، يرسم صورة جديدة عن المحافظة المغيبة. عناوين كثيرة ضمها المعرض: في زمن الحرب والمجاعة تحدو الأرواح وتشفى النفوس وتعين على بلوغ الأهداف بإقامة الدولة القوية. المعرض احتوى أيضاً على مخطوطات تاريخية من المحافظة تذكر الزوار بأن شبوة كانت أحد أهم عواصم الحضارات اليمنية وأرقاها من حيث القانون والتجارة لمئات من السنين في عهد دولة قتبان. صفحة جديدة فتحت في مسيرة التنمية قائمة على المعرفة وتستند على بنية صلبة ومتنوعة كتنوع معادن جيولوجيا المحافظة، تخط معالمها قيادة شابة يعول عليها السكان في ترجمة الأحلام والطموحات على أرض الواقع. وآن الأوان اليوم لننشر ثقافة صناعة الحياة عبر القراءة والاهتمام بالعلم ورعاية طلابه. وألد من نقر الفتاة لدفئها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. فهل بدأت شبوة هذا المسار لحل كثير من قضاياها العويصة؟